طبعا تشوفون امامكم تطلق عليه تسميه المعايد، وهاي المعايد فد عادة عراق زبيرية قديمة متوارثة من الآب من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء، ونحرص إحنا كل عيد على متابعتها والقيام بها. المعايد هو بداية الصبح طعن واحد عيد الثاني أولاد المنطقة يعني سكنة المنطقة، وكل سكة تطلع الفراش وطلعون طبق من كل بيت، كل بيت يطلع طبق مهيئة سواء كان يعني واحد او اثنين المهم، وبعدين يجمعون الناس على هاي الاطباق وعلى مستوى مثل ما نقول بينهم زاد وملح وتعارف اكثر. هو ريوق طبعا ابسط الامور انك تطبخ بالبيت خاطر يذوقون طبخك الناس، فيصير زاد وملح عشان لا يكون بينك وبيني نظره او حرام او فشي، فيكون بيننا وبينك زاد وملح، والزاد والملح هو يكون تمن ناس تجيب عادي، اكو جيمر ناس تجيب ماكو مشكله، ناس تريا جيمر هذا ماكو مشكله بيه، بس احنا بالنسبه لنا هنا يعني عاده اهل زبير هنا يجيبون تمن ودياي ولحم اي شيء كان يعني يطبخونه ماكو اي مشكله. هاي الطريقه اجت طريقه متوارثه قديما، ولكن يختلف البعض، بعضها يقول اجت من السعوديه والبعض الاخر اجت من العراق، اصلا انتقلت للسعوديه، والصح هو ان انتقلت من العراق الى المملكه. والهدف الأساسي منها هو التعارف بين الجيران وليس الأكل، وكذلك التنافس بين الجيران في عملية طهو الطعام، يعني كل شخص بين شخص وآخر يشوف من الطعام المفضل أو من الطعام الأفضل، وتشوف الطائه هنا أنت من خلال هسه مشاهدتك تشوف الشخص يتنقل من صحن إلى آخر حتى يجرب كل الأطعمة، وبالتالي هو حتى ويكون بها فرح ويكون بها فتشي يعني على السليقة، هو هذا الهدف الأساسي.